اعتصامنا يجي في إطار عام تمر به البلاد ككل من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن من أزمة مسينا دبري من الأزمة الاقتصادية للبلاد. أنا تحركنا سلمي كان عفوي المطالبة بتحسين أوضاعنا على مستوى مادي ونطالب بمراجعة التصنيف الشركة ككل من قطاع المسابق والبنايات الميكانيكية إلى قطاع التعديل. وبهذيك اوتوماتيكمون معناتها مش توضح يعني حق المطلب المادي. تحركنا كان سلمي من نهار 13 صار تنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل وجلسنا مع الاخ الامين العام حسين العباسي. طرحنا له المشكل من الزوايا الكل من الجوانب الكل. وعلى اثر الجلسه هذيك اللي صارت معاه تقرت جلسه في وزاره الشؤون الاجتماعيه وتمت الجلسه من 3 أيام طول نهار الاثنين ونهار الاثنين. حضرت فيها الاطراف اللي عندها صله بالموضوع الكل. الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلة في الأمين العام المساعد، الاتحاد الجهوي، الاتحاد المحلي، النقابة الأساسية بالشركة، وإحنا كنا ممثلين في الاجتماع بزوز عمال، حضرة الإدارة وحضرة التفقدية العامة للشغل وزير الشؤون الاجتماعية بالطبيعة اللي ترأس الجلسة. قدمنا الموضوع ما رأنا إلا أن نحن جايين على مفاوضات أن الإدارة المسؤولة على الشركة حصروا الموضوع في عملية طرد 25 خدام. ادعوا أنه اللي هالتحرك هذا هم 25 خدام عاملين عملية صد منعين زملائهم أن يخدموا. خرجنا من الجلسة وإحنا تحصرنا في موضوع واحد ما حكيناش في المطالب، حكينا كان في الجانب القانوني، تحرك قانوني وما هوش قانوني ومش نطرد خمسة وأن نسكر الشركة. وبرمجت جلسة لليوم الموالي نهار الأربعاء متاع العشية. ما رأنا إلا أن تلغات الجلسة وتعوضت نورمال مو اليوم بجلسة في الولاية. اليوم المفروض يكون فما جلسة في الولاية. مرانا إلا الصباح جات القوة العامة. من ناحية الناس هذوما طالبين أن نتفاوض باش نحلوا المشكل بشكل سلمي وقانوني. ومن هناك يبعثنا لنا في القوة العامة ما فهمناش مع أحنا ما عندناش حتى حل وحتى سبيل إلا أن نصم باش ندافع على حقوقنا، حقنا في العيش الكريم. الجانب الآخر الجانب المعنوي اللي يعاني منه الخدام في شركة ميسفات هي العقوبات الزجرية اللي ما تقبلش الخطأ. حجم الخطأ أو حجم العقوبة يعني فما قسوة كبيرة برشا. المهم معناتها باش ما نطولوش تحركنا، تحركنا سلمي عفوي. نحبوا ما نحسوا أننا ناخذوا ماخذين حقوقنا. الشركة كبرت أما إحنا بقينا صغار. الشركة كبرت على كتاف الخدام واحنا ما كبرناش بقينا ديما صغار. العدل المنفذ باش يصدقوه هو جاوب وحده ما جاوبش جاوب بواسطه. هذه الورقه اش مكتوب فيها؟ المحكمه باش تقول راهو كي جاكم قلت له مانيش باش نرجع للخدمه ومواصل الاضراب. هو صحيح الموقف هذا موقفكم سليم وعندكم الحق فيه، اما الطريقه اللي تبلغوها به باش نقترحها على النقابه اللي موجوده انها تعمل مراسله باسم المعتصمين باسم الناس المحتجه هذوما وتقول اللي هذايا جواب على محاضر التنبيه وتبعثه بصفة رسمية وتاخذ ديشارج. كان ما حبش ياخذ ديشارج تبعثه له بعد المنفذ تقولوا له راهو هاي المطالب نتاعنا وراهو التحرك نتاع الخدامة اللي هنا راهو تحرك شرعي من اجل المطالب هذه ونستناو في جلسات تفاوض باش نحلوا الملفات نتاعنا. معناها باش تكسر له فكرة انه هذايا انت تقطع في العلاقة الشغلية من غير سبب. باش تقولوا له راهو عندنا سبب. دونك انت لازمك تجاوبوا بالمكتوب كنقاب واي ورقة تجيكم من عند عدل المنفذ ما عادش تجاوبوا عليها. حد ما يجاوب حتى بكلمة لا قلت له باش تحب تفهم مع ميسفاد تفرج في فيلم لو طوم مودرن نتاع شارلي شابلان من الاخر بالكل. كيفاش اللقطة نتاع يدي هو يحط مهم يبدا يحط في كاب فيلتر اي هو في هي كي تفرج في الفيلم نتاع طوم مودرن باش يبدا يخط عليها ما ينجمش يحك راسه يعمل هكا بعد يدخل يتبع فيها لين يدخل